الآن. مبروك كمان جماهير النادي الأهلي، لأن حضراتكم تعلموا تماما حجم وشعبية جماهير النادي الأهلي الأهلوية في كل مكان. رحنا أدغال أفريقيا لقينا جمهور الأهلي وعلم الأهلي هناك. ألف مبروك مرة تانية وثالثة ورابعة ومليون لجماهير النادي الأهلي المحترمة. وهنا أتمنى إحنا بنقفل على نفسنا، موجود معانا الدرع النهاردة، الفريق لازم يركز، المدير الفني كابتن حسام، الكابتن سيد عبد الحفيظ، كل اللاعبين، المنظومة الأهلوية كلها، خصوصا اللي عندنا مباراة مهمة جدا يوم الحد أمام الوداد المغربي. أتمنى يبقى في احتفالية داخل النادي زي ما تعودنا دايما، يبقى موجود جماهير النادي الأهلي وسط لاعبتهم والاحتفال بدرع الدوري اللي البعض بيحاول طول الوقت يشكك فيه. كمان لما بنعمل مسابقة جماهير النادي الأهلي بتبقى موجودة، وفي البعض بيبقى أول مرة يدخل النادي الأهلي، بيبقى مبهور، بيبقى سعيد، بيبقى فخور اللي هو بينتمي للنادي الأهلي. مش عايز أحرق اللي إحنا عملناه، لكن عشان مصداقية قناة النادي الأهلي بكل اللي شغالين فيها المحترمين، لما بنعمل حاجة أو بنعمل مسابقة على صفحتنا مهم جدا نصور الناس وهي جوه النادي وهم بيتصوروا مع دولاب البطولات وهم ملاعبين، كل ده هتشوفوه بعد شوية. عشان كده كمان بمناسبة الفوز بدرع الدوري في مسابقتنا مرة تانية هيبقى فيه تيشيرتات ممضية من لاعبي النادي الأهلي، وكمان هيبقى فيه 7 أفراد يكونوا موجودين يتفرجوا على التدريب ويتصوروا مع اللعيبة ودولاب البطولات مرة تانية. فالنهاردة احتفالا بالفوز بدرع الدوري هنعمل مسابقة مرة تانية على صفحة شادي محمد على الفيسبوك. أسيبكم مع الأهلاوية الجدعان المحبين للنادي الأهلي اللي أنا كنت مبسوط وأنا معاهم، نروح نشوف عملوا إيه جوه النادي الأهلي، ودول المجموعة اللي فازوا معانا في المسابقة الأخيرة، ونرجع لحضراتكم.
نجاح من القاهرة، وانا قدمت في المسابقة بتاعت كابتن شادي، واول مرة اكسب في مسابقات بصراحة، وانا فرحان جدا ان احنا جينا النادي الاهلي وشوفنا بطولات النادي واتفرجنا على التمرين اللعيبة وشوفنا تمثال مختار التيتش، واحنا فرحانين جدا ان احنا موجودين في النادي. بسم الله، احنا كده البداية كده كنا مقدمين في البرنامج كرة والجماهير مع الكابتن شادي، وكان عامل مسابقة وكده، واحنا بصراحة مبسوطين بالمسابقة دي. في ناس كتير بتحب النادي الاهلي وناس كتير نفسها تزور النادي الاهلي وكده، بس يعني بنشكر الكابتن شادي برضه بيحاول ايه يخلي جماهير النادي الاهلي تدخل النادي وكده. يعني انا كريم سرحان من محافظة الشرقية، وكان في مسابقة على صفحة الكابتن شادي محمد ان هي تساعدنا ان احنا ندخل النادي الاهلي ونزور النادي اللي احنا بنحبه، ومن هنا بنشكر الكابتن شادي محمد وبنشكر فريق الاعداد وبرنامج الكرة والجماهير، واحنا مبسوطين جدا جوه النادي، وان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي وبنشجع الكابتن حسام البدري من هنا بالبطولة الافريقية. انا اسمي كرولوس صبحي من شبين الكوم، كنت قدمت مع مسابقة الكرة والجماهير كابتن شادي محمد. محسن سعد، محسن خلف الله، انا قدمت في المسابقة ومبسوط جدا موجود في النادي الاهلي، وتصورت مع دولاب البطولات والتمثال صالح سليم واللعيبة، وبشكر برنامج الكرة والجماهير اني جيت هنا النهاردة. انا اسمي منى احمد من التجمع الخامس. يعني احنا الاول شاركنا في المسابقة مع كابتن شادي، انا اول مرة اشارك ويعني كسبت ودخلنا، بقى انا اول مره في حياتي اخش ودخلنا، اتصورنا مع دولاب البطولات، وضع تاني واحساس تاني، ويعني وتصورنا مع اللعيبه وتصورنا مع التمثال. صراحه بشكر كابتن شادي جدا، عالم تاني وفرحانه قوي ان انا هنا واول مره اخشه. انا اسمي ايمان احمد من محافظه القاهره. طبعا انا بشكر كابتن شادي جدا، هو اتاح لنا الفرصه اننا نيجي مكان عظيم زي النادي الاهلي. طبعا مبسوطه جدا وفخوره ان انا موجوده هنا، اتصورنا مع اللعيبه وعملنا كل الحاجات اللي كان نفسنا فيها من زمان، فدي اكيد وسام شرف على صدري والله، واكيد بشكر كابتن شادي كتير. انا اسمي رنا من القاهره، انا اول مره ادخل فيها النادي الاهلي، وطبعا مبسوطه جدا ان انا دخلت النادي الاهلي، وده شرف لاي حد ان هو حتى يعدي من جنب سور النادي الاهلي. وبشكر برنامج الكره والجماهير ان هو وقف بعضه لينا وجابنا هنا، وانا مبسوطه جدا ان انا اتصورت مع اللعيبه، هم لعيبه متواضعه جدا معانا، والنادي كويس جدا، وده اسعد يوم في حياتي ان انا ادخل النادي الاهلي. سلمى حمزي من القاهره، اشتركت في المسابقه من خلال صفحه كابتن شادي محمد اللي بيقدم برنامج الكره والجماهير. بشكر كابتن شادي محمد وبشكر برنامج الكره والجماهير ان هم وافقوا بعضهم لينا وجينا النادي الاهلي، وتصورنا مع دولاب البطولات وتمثال المايسترو صالح سليم، ومع النصب وجنب النصب التذكاري للشهداء ومع اللعيبه، وبشكر اللعيبه جدا متواضعين جدا، وشرف لينا وفخر كبير لينا ان احنا نكون متواجدين داخل النادي الاهلي. طبعا هو بيتنا الثاني النادي الاهلي. اسمي هاجر احمد من القاهره، اشتركت مع كابتن شادي في المسابقه بتاعت الكره والجماهير. بشكر كابتن شادي وبشكر النادي الاهلي، وجينا صورنا لما وقفوا بعضهم، وصورنا مع تمثال المايسترو صالح سليم واللعب بطولات. يارا محمد من القاهره، النهارده اسعد يوم في حياتي لاني موجوده في النادي الاهلي، وتصورت مع اللعيبه ومع دولاب البطولات، ومبسوطه جدا، وبشكر كابتن شادي محمد لان هو وفى بعضه لينا ودخلنا المسابقه وجينا بجد ووفى بعضه لينا. يعني